البراند كلمة براند لها تبعات في حاجات منها ملموسة في حاجات غير ملموسة الحاجات الملموسة والمرئية ايش هي؟ اللوجو الباتنز الالوان الظاهرة التصاميم الديكورات مثلا حقة المكان اذا كان في بعد نظر عند عند الشخص الحاجات غير ملموسة ايش؟ احساس الشخص اتجاه العلامة التجارية هذه او اتجاه المنتجات هذه طيب تحتها في ثلاثة حاجات اللي هي الماركتينج السيلز وبعدين الحاجه اللي بيهملوها كل الناس اللي هي الكاستمر سيرفيس انه من يوم ما يقبض ايش تنتهي العلاقه صح الواحد من يوم ما يستلم فلوسه تنتهي العلاقه